تقوم المؤسسة السورية للرعاية الإنسانية والتنمية مسرات بالشراكة مع منظمة NBA وبالتعاون مع مجلس مدينة أريحة بتنفيذ عدة مشاريع إنمائية تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي لأهل المدينة. حرر ناس حالهم على أريحة، زوجي استشهد هون بالسوق بأريحة، طبت الطيارة استشهد، عندي 8 أولاد، يعني أنا معيلة يعني 5 صغار منهم. سمعت بك مشروع عن طريق رفقاتي، يعني إنه ما بعرف مجرد إنه اسم خياطة، يعني لقيت مناسب إنه للمرأة أكثر من أي مشروع ثاني. والحمد لله جيت لهون، وصدقا كنت يعني أبري ما أعرف دمى، الحمد لله بإمكاني، يعني ما إنه مشروع بيجامات، هلا طلعت منه بخيط، بفصل بخيط بيجامة كاملة. ويعد مشروع الخياطة من أهم تلك المشاريع، حيث أنه يضم 100 امرأة متدربة مع 10 مدربات خياطة، بالإضافة للعديد من الموظفات. يهدف هذا المشروع إلى توفير فرصة لتعليم مهنة الخياطة لهؤلاء المستفيدات، وبالتالي إمكانية الحصول على العمل مستقبلا لمساعدة عوائلهن في تأمين مستلزمات الحياة. الحمد لله عاد تعلمنا واستفدنا الحمد لله كثير، والله عاننا ان شاء الله، وان شاء الله الله بعيننا ومددوا لنا هالمشروع ان شاء الله، ولما تمدد المشروع الحمد لله صار بايدنا مصلحه. مع تأمين دخل جيد خلال مدة المشروع، حيث تتقاضى المدربة 8 دولارات عن كل يوم عمل، بينما تتقاضى المدربة 5 دولارات عن كل يوم عمل، علما أن نسبة كبيرة من المستفيدات هن نساء معيلات لأسرهن، كما أن شريحة كبيرة منهن من النساء النازحات إلى مدينة أريحة. ويذكر أن الإنتاج الذي يتم الحصول عليه من مشاريع التدريب يتم توزيعه بشكل متتالي على طلاب المدارس.